طبعا زينب ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية هو العنوان العريض يلي طبعا تنطلق الندوة، فعاليات الندوة الوطنية للترجمة لعام 2020 برعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب. ورح نحكي أكثر عن هذا الموضوع بشكل مفصل مع الدكتور وائل بركات، أستاذ في جامعة دمشق وطبعا مترجم. يسعد صباحك دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. للجميع. يسعد صباحك دكتور. يعني بالبداية خلينا نتعرف على الندوة الوطنية للترجمة، وتحت عنوان يعني ترجمة المصطلح للغة العربية. نحن بنعرف المصطلحات باللغة الإنجليزية قد إيه لها يعني بحر هي مصطلحات، ولكن الترجمة أحيانا تختلف للغة العربية، فخلينا نحكي عنها. طبعا 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 هذه الندوة هذا اليوم هي أعتقد الرابعة أو الخامسة في ندوات وزارة الثقافة الهيئة العامة للكتاب حول الترجمة في اليوم العالمي للترجمة. وسابقا مثلا كانت الترجمة ودورها في التنمية الشاملة في سوريا، موضوعات الترجمة في سوريا، موضوعات ترجمة أدب الأطفال. اليوم هو موضوع المصطلح، وهذا بحر واسع للحديث. فمثلا في كل يوم هناك مبتكرات جديدة في العلوم والتكنولوجيا والاتصالات. هذه العلوم تنتج يوميا مصطلحات جديدة. هل تستطيع اللغة العربية أن تستقطب أو أن تترجم هذه المصطلحات؟ هذه مشكلة كبيرة. أعتقد أن البحث في هذا الموضوع واسع جدا، لكن أنا أتمنى مثلا أن يكون هناك آلية تقوم مثلا بها من جامع اللغة العربية، أن تقوم بها مثلا الهيئة العامة للكتاب، المؤسسات المعنية بوضع آليات لكيفية ترجمة هذه المصطلحات إلى اللغة العربية. نعم طبعا دكتور، من أهم الأمور يلي عم نركز عليها بالندوة هي أهمية الترجمة اليوم بعصر السرعة بعصر العولمة. خلينا نعرف من حضرتك شو هي الأهمية الكبيرة يلي بتحملها الترجمة خاصة اليوم. يعني أعتقد أن الترجمة منذ القديم هي وسيلة تعارف بين المجتمعات، نقل العلم، نقل المعارف، نقل الأدب. لو الترجمة ما قرأنا شكسبير ولا ما قرأنا تولستوي ولا قرأنا الكثير من الأعمال العالمية الخالدة التي نقرأها، وكذلك أيضا بالمقابل لما قرأ الغرب ألف ليلة وليلة ولا ما قرأ مثلا العالم جوتي مثلا. فإذا هذه الترجمة لها أهمية كبيرة في التعارف بين الشعوب وفي إحداث التنمية وفي إحداث التطور العلمي وفي إحداث التطور المجتمعي، لأن تجارب الآخرين أكيد بالتأكيد مفيدة لمعظم شعوب العالم. وهنا أيضا نقطة مهمة أود الوقوف عندها، لغة الشعوب القديمة أو الشعوب التي الآن ليس لها هذا الحضور الكبير. الآن هناك جهود كبيرة لإبراز لغات هذه الشعوب، مثلا الشعوب المقيمة في أمريكا اللاتينية التي لا تستطيع أن تعبر عن نفسها بلغات أخرى. فنستطيع أن نترجم هذه العلوم أو هذه المعارف، هذه الأشياء الموجودة عند هذه الشعوب القديمة بلغاتها الأصلية إلى اللغات المعروفة المتداولة عالميا. دكتور يعني نحن كلنا بنعرف انه في عقبات هيك عم تقف بطريقة الترجمة وخاصة بسوريا، منها يمكن مشاكل بالطباعة او دور النشر او المترجمين المعتمدين. خلينا نحكي عن العقبات او الصعوبات بهذا القطاع. يعني الصعوبات الأساسية هي في التشجيع. يعني اعتقد انه هناك كوادر مهمة في عملية الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، لكن يبدو موضوع التشجيع أو الموضوع المالي بالدرجة الأولى يعني يشكل عائقا في طريق ترجمة هذه الأعمال إلى اللغة العربية. طبعا هناك أرقام يعني مهمة في هذا المجال. مثلا في السبعينيات مثلا ترجم إلى اللغة العربية الكثير من الكتب. تصدرت مصر هذه الترجمات، ثلاثها سورية في المرتبة الثانية. لكن المشكلة أننا لم نستطع أن نضع مشروع متكامل لترجمة هذه الأعمال إلى، لأن الحافز المادي أولا، ثم قد تكون هناك مثلا الاستغراب من الأشياء المترجمة إلى اللغة العربية. قد تكون هذه الأشياء عائقا أمام ترجمة الكثير من الأعمال إلى اللغة العربية. نعم، إذا بدنا نحكي دكتور بشكل مفصل أكثر اليوم، يمكن الظروف والواقع كلياته والمرحلة الراهنة هل تفرض نوع معين من الترجمة أو التركيز أكثر على أنواع معينة من الكتب المترجمة؟
يعني عموما هو تقوم الترجمة على الكتب ذات الطابع الأدبي الفلسفي المعرفي الاجتماعي العام بشكل بصورة واسعة، لكن أيضا نحتاج إلى الجانب العلمي تمام. الترجمات العلمية للأعمال المهمة في مجالات الطب، الهندسة، الكمبيوتر، هذه العلوم التي يعني نحتاج إليها الآن في حياتنا المجتمعية المعاصرة. يجب الاهتمام بهذه العلوم لنستطيع نقل المعارف الأساسية إلى اللغة العربية. نعم دكتور، يعني هلأ عم نشوف كثير من الطلاب بدهم يسجلوا بكلية الآداب، اللغة الإنجليزية صار في فحص قبول للدخول. كيف عم نشوف واقع الترجمة اليوم وخاصة من الطلاب يعني المتخرجين الجدد فينا نقول؟ هل المستوى جيد او انه لا لسه بدهم تعرف في طريق في خطوات معينه لدعم هالقطاع وخاصه بالترجمه؟ اعتقد ان مثلا جامعه دمشق يعني على سبيل المثال احدثت على الاقل معهدين للترجمه، معهد اللغات ومعهد العالي للترجمه والترجمه الفوريه. هذه المعاهد تستطيع ان تساعد في تكوين مترجمين حقيقيين فعليين. هذه المعاهد وطبعا امثالها تستطيع أن تقدم نماذج من المترجمين المهمين في مختلف العلوم. بالمقابل مثلا هل نستطيع أن ننقل ما عندنا في اللغة العربية إلى العلوم الأخرى؟ هل يستطيع هؤلاء الخريجون أن يقدموا هذه المعارف إلى اللغات الأخرى؟ هذه قضية أيضا إشكالية وتحتاج إلى جهد كبير لتقديمها بصورة أفضل. بالرغم دكتور من هي الظروف يلي طبعا سوريا عم بتعاني منها والحصار الاقتصادي وكل الظروف الصعبة يلي عم تمر فيها، كيف بتشوف واقع الترجمة على أرض الواقع اليوم؟ يعني حقيقة مثلا وزارة الثقافة تبذل جهودا مهمة في هذا المجال وخاصة الهيئة العامة للكتاب، فمثلا هناك مشروع للترجمة يقدم سنويا مجموعة مهمة من الأعمال. هناك أيضا جائزة سامي الدروبي للترجمة التي تعنى بتشجيع الترجمات عن اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. مع ذلك ورغم كل هذه الجهود المهمة والتي يقوم مثلا بها اتحاد الكتاب، جمعية الترجمة، الجامعات، المؤسسات الخاصة إلى آخره، رغم ذلك نحن بحاجة إلى مستوى أعلى في الترجمة، إلى طرح كميات كبيرة من الأعمال المهمة وليس ترجمة أي شيء لا على التعيين، الأعمال المهمة التي تترجم إلى اللغة العربية لتفيد القارئ العربي ولتفيد الثقافة العربية أيضا. نعم دكتور، يعني اليوم مثل ما قلنا في ندوة لترجمة المصطلح إلى اللغة العربية، شو بتحب توجه كلمة أخيرة بنهاية هذا اللقاء؟ أنا يعني أريد الاهتمام بالترجمة. الترجمة يجب أن تكون يعني لها الأهمية الكبرى في الطباعة، يعني نستطيع أن نقرأ المتنبي في أي وقت ونستطيع أن نقرأ الكتب القديمة في أي وقت، لكننا دائما بحاجة إلى الكتب الجديدة في العلوم المختلفة وحتى في الآداب والعلوم الإنسانية. نحتاج إلى ترجمة هذه الأعمال المهمة إلى اللغة العربية، ويجب أن تعطى الترجمة أهمية تفوق الكتب المؤلفة التي تطبع في القطر. أكيد دكتور لك شكرا كثير على وجودك معنا، وبنتمنى لك أكيد كل التوفيق لحضرتك وطبعا لكل الدكاترة الموجودين، وبدنا نرجع نذكر أنه ننتوي اليوم حتكون الساعة 10 بمكتبة الأسد. شكرا لكم.